السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أحبابنا الكرام، ورجعنا لكم في فيديو مقطع جديد. بنتكلم النهاردة، لو أنت بتشتكي من ألم الظهر، لو أنت عايز تقوي جهاز المناعة، لو أنت عايز تقوي عضلة القلب، ولو عايز تقضي على الخلايا السرطانية تماما من الجسد، خصوصا سرطان الثدي عند النساء. الفاكهة دي اللي بيتناولها ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى. الفاكهة دي بتقوي الذاكرة، بتحد من مرض الزهايمر. وسبحان الله، الفاكهة دي مذكورة في القرآن، أقسم بها ربنا سبحانه تبارك وتعالى في كتابه، فقال عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين. فاتعجب العلماء من ذكر التين مع الزيتون وفوائده التي تعود على الجسم، فلقوا ان في منافع كثيره للجسد. فتناول التين مع الزيتون يا احبابنا الكرام، اول حاجه بتقوي العظام. فالتين المجفف مصدر جيد لكل من الكالسيوم والبوتاسيوم، ويمكن ان تعمل هذه المصادر على تحسين كثافه العظام، مما يمنع حالات هشاشه العظام. الامر الثاني انه مفيد للامعاء. يزيد خليط التين المجفف مع زيت الزيتون على ليونه الامعاء، ويمنع مشاكل الامساك اذا تناولناه على الريق. اذا تناولنا الزيت التين المنقوع، التين المجفف المنقوع في الزيتون على الريق، فبيعمل على ليونه الامعاء. وهذا الخليط العلماء بيقولوا ان هو بيعمل على الشعور بالشبع والاكتفاء به. ثالثا، هو مفيد لصحه القلب، فبيحتوي التين المجفف على الياف قابله للذوبان، ممن يساعد على خفض الكوليسترول في الدم، وبيحتوي ايضا على اشياء تحمي القلب من الامراض. وفي المقابل يحتوي زيت الزيتون على الاحماض الدهنيه الاحاديه المشبعه التي تقلل من خطر الاصابه بامراض القلب. رابعا يا احبابنا الكرام، بيعزز من عمليه انقاص الوزن. التين مع الزيتون بيعمل على تعزيز عمليه انقاص الوزن. فالتين المجفف وزيت الزيتون بيقولوا ان هما منخفضان في السعرات الحراريه والالياف الموجوده فيهم، فبتعطي شعور بالشبع، مما يساعد على انقاص الوزن. خامسا، يمنع الامراض. التين المجفف إذا وضع مع الزيتون فبيمنع الأمراض وبيقضي عليها. بيقول يحتوي التين المجفف على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحارة، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. فربنا عز وجل أقسم بالتين والزيتون، فبيمنع من وجع الجسم، بمقوي عام للجسد. وكانوا قديما العرب يا احبابنا الكرام كانت لقله ذات اليد، فكانوا بيجيبوا زيت الزيتون ويضعوه على النار ويضعوا فيه الزيتون، بيضعوا فيه التين. يعني يجيبوا الزيت الزيتون يضعوه على النار ويجيبوا التين ويضعوه في الزيت ويهرسوه كويس، وكانوا يأكلوه للأولاد في الأفطار، وهم كانوا يعني بيتغذوا على هذا الخليط من زيت الزيتون ومن التين الموضوع داخل الزيت. انت طبعا ممكن تجيب زيت الزيتون وتترك فيه التين لفترة معينة، فهو يمنع وقائي من الأمراض المزمنة، بيمنع ويقلل من الزهايمر، بيقوي الذاكرة. فممكن ننقع التين المجفف داخل الزيتون ونتناوله على الريق يوميا. أما إذا استخدمناه للمرض كوجع الظهر مثلا ومثل هذه الأشياء، فأربعين يوما نتناول هذا الخليط من التين
وزيت الزيتون 40 يوما حتى يأتي ربنا عز وجل بالشفاء ده اللي كان عندنا من علم. لو عجبكم الفيديو ريت نعمله لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة اللي بيشوفني لأول مرة. أتشرف بأنه يشترك في قناتي، فعل خاصية الجرس واختار من الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.